محكمة الأطفال. والصباح في محكمة الأطفال غادي نفتتحوا هذا الملف رقم 64-23، واليوم الضحية اللي الاسم ديالو محمد صلاح الدين 15 سنة كيتهم الوالدة ديالو أنه كتعارض أي حاجة الأب ديالو كيوافق عليها. صلاح الدين صباح الخير. صباح الخير. كي داير صلاح الدين؟ لاباس الحمد لله. بخير. شو المشكل اللي عندك؟ شرح للمستمعين المشكل اللي عندك. المشكل هو أنه ماما ما تخلينيش نخرج لما تصحاب. كيفاش ما كتخل؟ مع العكس أنا بابا تخليني ما عندوش مشكل. شنو كتقول لك؟ علاش؟ شنو السبب اللي كتخليها ما تخليكش تخرج؟ حيت كتخاف عليا. كتخاف عليك. واخا. غادي ناخذوا الضحية أو المتهمة فوزية تمارا. مرحبا بك فوزية. مرحبا سيدي، بارك الله فيك. مرحبا بك عندنا في محكمة الأطفال. واليوم الضحية اللي هو الابن ديالك كيشتكي بأنه ما كتخليش يخرج، ما كتخليش يدير أي حاجة، وكتعرضي أي حاجة الأب ديالو كيقول ليه واخا عليها. فعلا هذا الشيء اللي كاين. لماذا؟ أنا كنعرض أي حاجة، وإنما الحاجة اللي كنعرف بلي غادي كتعرف بطبيعة ديال الأم أنها كتخاف على ولادها في بزاف ديال الحوايج، في حين أن الآباء يعني ما كيكونش عندهم مشكل، غادي نخرج غنلعب بالبيكالا في الزنقة غندير ما تيكونش يعني تيقول لك صافي خليه. انا دائما تنقول له لا ما ديرش هادي، وكيوقع لنا مشكل. ولكن بعض المرات الاب تيقول لك خص الولد يخرج باش يتحك مع هذا مع الوقت، وهذا ما يبقاش عاتيني في الدار مخبي في الدار. صافي هادشي اللي كاين، كيقول لي لا خليه راه غادي وكيكبر خليه يخرج خليه. كنقول انا لا خليه بلاتي يزيد شي شويه كبار، يزيد ينضج، يعرف راسو شنو كيدير، وديك الساعه ماشي مشكل. واخا غادي ناخذ معايا غناخذوا كلمه الدفاع ديال الضحيه اللي هي جيزة. السلام عليكم. انا متفقه مع الاب لانه ولد وصل ل 15 سنه، فكيفاش هذا الولد هذا غيتعرف على الذات ديالو، غتكون عنده واحد الخصوصيه في الحياه، لان ما بقاش هو الطفل، راه هو مراهق او مراهقه خصك تعيشها. الا ما عاشاش دابا غيعيش مراهقه متاخره، بحال اللي كنشوفوا بزاف ديال الرجال عندهم 40 عام كيعيشوا مراهقه متاخره، فخليها يعيشها هو عنده 15 عام، حسن مراته اللي تعيش هذاك الشيء معاه، فاللهم تعيش معاه الام المراهقه ديالو حسن من الزوجه. ناخذ كلمه الدفاع ديال المتهمه لمية ديال الصندوق. السلام عليكم. الولد ما خصوش يخرج، ماما كتعرف حسن منه، باقي صغير، واخا يكون كيهضر كيبان بلي كيهضر بعقلو وكل شيء، ولكن يقد يكون كيمثل علينا. ولد باقي صغير بزاف باش يخرج، غير عنده 15 عام يخرج مره، ولكن ماشي بزاف، خص يسمع الماما. كلمه للسيده مروه ممثله الحق العام. لا انا كيف ما سبق لي وقلت في القضيه اللي فاتت، هي ان الحرمان ديال الوليد من ابسط الحقوق ديالو هادشي كيعاقب عليه القانون ديال الاطفال ديالنا. يعني كنطالب انا باقصى العقوبات لهاد السيده هادي اللي حرمات ولده من هاد ابسط الحقوق ديالو انه يخرج. سكوت محكمه، سكوت محكمه الاطفال، سكوت. تفضلي ممثله الحق العام. ابسط الحقوق انه يخرج يتنفس، يشم شويه ديال الهواء، يتلاقى صحابو، يعرف ناس جداد، يتعرف على الناس. طبيعي الحال. لا هادشي ماشي معقول. ناخذ اخر كلمه للضحيه محمد صلاح الدين. الو. شنو اخر كلمه بغيتي تقول لهاد محكمه الاطفال الصباح؟ بغيت نقول ان نقولوا له ما تخليني يخرج من الدار. اخر مره خلاتك تخرج امتى؟ شهر اللي فات. شهر دابا واش ما شهر واخا واخا كدير شي حاجه، شي رياضه، شي حاجه من غير انك تخرج مع صحابك؟ كنلعب كره. كتلعب كره؟ كتمشي تلعب امتى؟ امتى كتلعب كره؟ من العام اللي فات. لا امتى زعما في السيمانه؟ الاربع، السبت، الحد، امتى؟ يومين في السيمانه، الاربع والسبت. الاربع والسبت، اذا كتخرج الاربع والسبت، وبقى لك شنو يبقى لك امتى بغيتي تخرج تلعب مع صحابك؟ الحد. صحابك شحال عندهم من عام؟ قدتي 15 عام تاوما وما كيخرجوا. من حقه. سكوت. الله يخليكم. شويه الاحتراف في محكمه الاطفال. واخا ناخذ اخر كلمه للمتهمه فوزيه. وي. كيفاش وي؟ شويه الاحترام في محكمه الاطفال. كيفاش وي؟ لا نسيت. وي سعاده القاضي. وي سعاده القاضي. مرحبا فوزيه. مرحبا فوزيه. اخر كلمه قبل ما ناخذوا ننطقوا بالحكم. قبل ما ننطق بالحكم، لحقاش الدفاع ديالي راه شي شويه ساندني. انا اللي بغيت نقول بان راه الخوف هو اللي كيخلينا نخافوا على الوليدات في المراهقه. راك عارف زعما الشارع كيفاش داير. انا هو كيلعب كره، يعني كنديه كنجيبو، نهار اللي يكبر ويكبر شي شويه وينضج، ديك الساعه راه ضروري غادي يخرج، راه ضروري غيمشي مع الاصدقاء ديالو. بالنسبه لك انت شنو هو السن ديالو بانه يكبر وينضج؟ انا كنقول 18 عام، بحال اللي درت مع البنيته. 18 عام واخا.
غادي نمشيو للمداوله محكمه الاطفال. متفقاش سعاد القاضي لا ام مليح، انا كنطالب باقصى العقوبات لهاد السيد. وعزك خرجت في عمر بزاف، راه ولد شي كبير تبقى حرمه محكمه الاطفال. سكوت لا يخليكم سكوت، زليه زليه ديال الكاشو حبس عليه بس صافي. إذن لهذه الأسباب تقضي المحكمة في الدعوة العمومية بإدانة الطفل صلاح الدين. لا 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 بإدانة لا 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 لأنه كيخرج نهار الأربعاء يمشي مع أصحابه كي اللي بغا، وكيخرج نهار السبت والحد خصو يبقى باش يتابع قرايته. هذا الشيء اللي كاين. الله يخليكم الله يخليكم، الله يخليكم الله يخليكم، الله يخليكم الله يخليكم. ولهذه الأسباب ولكن كنطلبوا بان الاب ديالو معايا المتهمه وي معاك السيدي القاضي، الاب ديالو يقدر يخرج هو ويا نهار الحد الا بغى. اسمح لي ما متفق لان خلينا الخواطر الكلشي صافي. رفعت اللمسه، سلام عليكم. صافي سلام صافي.